ميتا فيسبوك تحرك كش ملك ضد تويتر، فمن سيسيطر على مستقبلنا؟ على مر السنوات السابقة خرجت علينا تطبيقات عديدة وكثيرة، وحاولت معظمها منافسة منصة تويتر، إلا أن جميعا باءت بالفشل. لكن وفي هذه الأيام بدأت منافسة من نوع آخر، منافسة تعتبر الأشرس بعد أن أطلقت شركة ميتا فيسبوك خدمة ثريدز، وهو تطبيق مجاني بنظام عمل يشكل تحديا كبيرا لتويتر. ومنذ الساعات الأولى لإطلاقه وصل عدد المشتركين إلى أكثر من 10 ملايين مشترك. تويتر وعلى الطرف المقابل تشكل قوة لا يستهان بها، إذ أن مستخدميها من الصحفيين والسياسيين والرؤساء. لكن خطورة التحدي بين ثريدز وتويتر هو ارتباط ثريدز بتطبيق إنستغرام، ويمتلك قاعدة بيانات كبيرة، وبإمكان المستخدم التسجيل ونقل حسابه بشكل سريع إلى المنصة الجديدة ثريدز. وهذا هو المهدد الرئيس لتويتر. وبالعودة إلى تاريخ الحروب بين المنصات، نرى أن فيسبوك ميتا عملت على تقليد العديد من المنصات وجمدت معظمها، إذ إنها نجحت بعد استنساخها لعدد من أفكار التطبيقات، منها فكرة الستوري من تطبيق سناب شات، وقدمتها بطريقة جذبت المتابعين، وكذلك استنساخ منصة تيك توك وتقليدها في إنستغرام. فالمنافسة اليوم تعتبر الأشد والأخطر في وسائل التواصل الاجتماعي. فتويتر يمتلك حضورا قويا بما يمتلك من حسابات لرؤساء الدول التي تعطيه قوة أكبر من بقية المنصات. بالمقابل تحاول ميتا اليوم من خلال ثريدز استنساخ تجربة تويتر والتمهيد لسحب البساط الأزرق من تحتها. شاركنا برأيك، هل ستتمكن ثريدز من الهيمنة على تويتر في الأيام القادمة؟